مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كلنا عندنا مشكلة سقوط الشعر، بس امتى اعرف ان المشكلة دي بقت محتاجة دكتور؟ ازاي اعرف ان انا عندي مرض جلدي يحتاج ان انا اروح للدكتور، وان مشكلة سقوط الشعر دي لازم دكتور جلدي؟ هنعرف ده من دكتور داليا عبد القادر. قولي لنا امتى نيجي لحضرتك. انتوا تشرفوني في اي وقت طبعا. احنا العادي ينزل من 50 ل 100 شعرية في اليوم، وبرده من العادي ان احنا مع السن كل ما بنكبر شويه كثافه الشعر تقل، يعني اكيد واحنا لسه في ابتدائي واعدادي غير لما بنكبر نبقى في ثانوي والاستريس بتاع المذاكره والجامعه، ولما اكون عندي 30 سنه غير لما اكون عندي 40 و50. ده كله طبيعي. لما الاقي شعري بدا يفضي مثلا من قدام او من الجنب، ده علامه مش يعني علامه مش صحيه، ممكن ادخل في سكه اللي هو التساقط الوراثي، وكل ما الامر ما سبته كل ما الامر ما هيكون اشد وعلاجه اصعب. في كمان ان يكون الشعر كله على بعضه بيقل، كله على بعضه، اقوم من النوم الاقي المخده بتاعتي كده فيها شعر كتير ماشي، وانا بسرح ممكن ينزل شعر، بس لو لقيته زياده عن اللزوم ده هبدا اتوجه لطبيب جلديه. معروف كل الناس دلوقتي، ناس كتير جدا بتعمل التحاليل قبل ما تجيلنا العياده، التحاليل بتاعه الحديد والتحاليل الخاصه بالغده الدرقيه والتحليل الخاصه بفيتامين دي. يعني في كلمه صغننه عايزين نقولها، ما تيجي تعملي تحليل بتاع ده اللي هو الحديد ما تدوريش على الهيموجلوبين، احنا هندور على مخزون الحديد في الدم، بنسميه سيرم فيريتين، ده حاجه والهيموجلوبين حاجه تانية خالص. وحتى الحديد لما هنيجي ندور على المخزون بتاعه عشان اعرف ان انا تمام والدنيا ما فيش فيها مشكله، المفروض يكون اكتر من 60 و70، لان انا العادي هلاقي الرينج مثلا لحد 10 مثلا، لا اقل من 40 اقل من 60، ده برده كمان معناه ان في مشكله. وانس لقيت حاجه زي كده خلاص هتوجه لطبيب جلديه يبدا يشخص لي النوع اللي موجود عندي. ودلوقتي العلاجات بقت كتيره جدا وبقت بتدينا يعني فرص في الشفاء عاليه قوي، ومشهور طبعا دلوقتي انتوا عارفين البلازما والميزوثيرابي والهير فيلر، ولو الموضوع بقى يعني خلاص في مراحل اخيره الزرع بقى منتشر جدا دلوقتي ما شاء الله في مصر، وناس كتير يعني جربوه واستخدموه والدنيا بتبقى معاهم كويس. ابدا ما استسلمش، وابدا كل ما اشوف عندي مشكله لازم اعالجها، وهتلاقي ان شاء الله الدنيا بتتحسن كويس.